عشان نبقى بنتكلم عن سن المراهقة وإحنا منصفين تماماً للسن ده، لازم نقعد نتكلم مع شباب في أعمار مختلفة عشان نعرف منهم رأيهم هم إيه في كلامنا النهاردة ومشاكلهم والحاجات اللي هم عايزين يسمعوها لأهليهم بس الفرصة مش سامحة لهم. يلا بينا نبدأ أتعرف عليكم. أنا معايز. وإنتي؟ أنا درصوف. مهنة. أمنية. قولي بقى عندك كم سنة؟ أنا 10. وأنا 13. وانت يا مهند؟ 17. 21. ده احنا يعني اعمار المراهقه كلها. هبدا بقى من الصغننين، عايز اعرف انت بتساعد بابا وماما كتير؟ ساعات يعني ساعات او ساعات لا، ساعات بكسل. حاسس ان انت كبرت بقى ومفروض تساعدهم؟ انا بحب اساعد ماما في الطبخ. صحاب؟ انا صاحب بابا وماما، صاحب بابا مثلا يعني بس صاحب ماما اكتر. ليه؟ اشمعنى ماما؟ ماما يعني مثلا بابا ياخد اختي ويروح مثلا يوديها التمرين وانا تمريني مش في اليوم ده، اقعد انا بقى مع ماما نقعد نتكلم ناكل نقعد يعني مع نقعد مع بعض، فانا مصاحبه اكتر. صاحبين اكتر انت وبادئين صحابين من بدري قوي من ساعه ما بدا يفهم ويستوعب. هو انا متصاحب عليه جدا، ويمكن هو ده اللي بيخلي ان هو صعب ان هو يكذب حتى لو عامل خطأ. مثلا واحنا خارجين، خارج انا وهو بس كده نقوم واكلين من ورا ماما وما نقولهاش مثلا كده من بره. يعني انت بابا اتحط في الكوارث اللي من ايوه وانت سيحت له دلوقتي ماشي. وانت يا درسة؟ بساعد مامي اكتر مني. صحاب؟ لا مش قوي، مش عارفه اصاحبهم عشان يعني كل ما قرر اصاحبهم الاقي ان احنا اصطدمنا مع بعض. صاحبه مع بابايا اكتر عشان من البدايه خالص انا قريب منها قوي ومتابعها من وهي طفله، لما ابتدت تكبر ابتدت هي لوحدها تجيلي. عايز اعرف بقى انت يا مهند اقرب لمين، بابا ولا ماما؟ هو انا الاكتريه كان بابايا بس دلوقتي منفصل عن الاثنين. فعلا يعني لقيته اختلف بقى اما كبر كده، اختلف وما بقاش بعد عننا. يا مهند بيمشي يا بابا حرام ما تروح فين، خير امور الوسط خليك قريب كده، هو اللي في دماغه بينفذه. انت دلوقتي في الجامعه ولا خلصتي؟ لا في الجامعه في سنه رابعه. طب قولي لي مين اقرب لك، بابا ولا ماما؟ ماما من وانا صغيره اصلا. ليه بقى؟ بصي هو انا وماما نفس البرج. انا وهي برج الاسد. بصي هي نفس برجي، فتلاقي تحسي ان انا فاهمها جدا، ان هي قدامي صفحه مفتوحه. وبرده حاجة تانية ان هي لما برضو لما بنقلب على بعض بنقلب على بعض جامد جدا، كل حاجة هي بتفكر فيها انا فاهماها، فهي فهماني يعني قوي. صحاب الحلو والوحش، صحاب الحلو بالوحش، فهي حتى مش مخلياني ان انا يعني احتاج لصحاب بره. بابا الدلع يعني شوية الدلع، دلع هدايا كده يعني، حتى يظهر بينهم مشاكل يعضوا في بعض وياكلوا في بعض ويتخانقوا مع بعض وكل حاجة، وفي الاخر انا خارج مهما اتدخلت انا خارج. في حاجات بتحسوا ان هما مش فاهمينكوا فيها؟ بابا ممكن، ماما لا. يعني ايه ماما الحاجة اللي ممكن كل بابا يبقى مش فاهمك؟ لا بابا ممكن اكون مثلا حتة السفر، حتة ان هو لا ماما تقول لا مستقبلها، ماما يعني في طموحي ماما بتساعدني جدا، بابا بيخاف. تستنى شوية، ممكن تستنى ما تخلص جامعتها، تخلص يبقى عندها نضج اكبر عشان اقدر اخليها تسافر لوحدها. وانت يا مهند ايه الحاجة اللي هما ممكن يكونوا مش فاهمينك فيها؟ هو والدي عامة فاهمني في كل حاجة عشان أكيد هو كان شاب برضه وعاش يعني عدى بالمراحل دي وكده. أسيبه يعمل اللي هو عايزه لأن كده كده هيعمله، بس بمسكه في الغلط يعني الغلط لا ده غلط ما بيقوليش لا. والدتي اللي بتبقى خايفة عليا جدا. أنا من النوع اللي أنا بخاف على أولادي أوي، كان صبيان ولا بنات يعني، حتى جوزي يقول لي إيه ده ولد ما تخافيش عليه. معاكم موبايلات كلكم أكيد؟ أكيد. معاك موبايل برضو انت صغنون بس معاك؟ معاي. الباسورد مع ماما وبابا؟ نعمل لهم بصمة، هم قايلين لي اعمل لي بصمة. أنا في الأول ما كنتش أعمل لهم وأنا أصلا مش حابب إن أنا أعمل لهم، بس يجيب موبايله ويحط البصمة بتاعتي عليه وبعد ما يشالها. عايز أحس إن هو ليه خصوصياته وليه حاجته، مع إنها كلها مثلا الموبايل كله جيمز، بس ايه انا يعني احب موبايلي كده يبقى ليا. كبرت وعايز يبقى الموبايل بتاعك. ما حدش انا بقول لك انت شائن. قولي لي الموبايل بقى بتعملي فيه ايه؟ ماما وبابا ليهم اكسس يدخلوا ويفتحوه عادي؟ عادي ما بتفرقش معايا. احنا بالنسبه لها يعني مهدر حقنا، يعني انا اخش البيت امسك موبايلي، عايز موبايلي ومعاه الباسورد ومعاه كل حاجه. لكن انت انا ملمس موبايلها
ايه بقى موبايلك عامل ايه؟ موبايلي ما حدش معاه الباسورد خالص خالص؟ خالص براقبه من بعيد كده اشوفه بيعمل الباسورد ازاي احفظه وبعدين هو نايم بقى اروح فاتح الموبايل واشوف بقى لو علق على الحاجة قال لك ليه صاحبك بيهزر معاك الهزار ده هتعمل ايه؟ حصلت قبل كده بس بقول له مع صحابنا بقى ومعلش وكده طبعا انت عارفه البسطه بتاعت البنات في الموبايل دي لما بتبتسمي ماما بقى فيك ايه؟ لا والله انا عندي ماما أنا هم عارفين الباسورد ماما عارفه الباسورد بس هي ما تفتحش الموبايل اصلا هو لو في حاجه هي بتيجي توريها لي والبلوكات كتير قوي واقعد اقول لها ليه كده كل حاجه بلوك بلوك ايه الحاجه اللي ماما بابا بيقول لك عليها لا وانت مش مقتنع حاسس انها حقك ان انا انك تعملها انا كبرت انا يعني انا ساعات بسوق العربيه ايه نفسه يسوق عربيه شايف ان هو من حقه يعني ليه مش من حقه يسوق ويتعلم ساعات مثلا يكون بابا فاضي اقول له عايز انزل اسوق يقول لي لا سمعت كلامه في مرتين او ثلاثه والموضوع ده خد قرار نهائي فين بدري قوي عليه هسالكوا بقى اخر سؤال لو حاجه حصلت مهمه في حياتك واول حد هتحكي له مين يا امي مامتي وانت لما باجي احكي الاول بحكي لمامتي وبعد كده بقول لبابايا عشان مامتي يعني ممكن بابايا ينفعل فيه عليه مره واحده انفعل لا او ما ينفعش مش عارف ايه لكن ماما هو يوافق عليها في الاخر يعني بس مامتي بتبقى هاديه معايا خالص انا عجبني انه بيوافق وانت يا معز اول حد تجري تحكي له كل حاجه مين ماما ماما وانت يا دوشتاف لا انا بجمعهم هم الاثنين واقول على طول انت اللي هو ميتنج ومع بعض يا تقبلوا الحاجه يا ترفضوها ماليش دعوه انا مبسوطه ان انتوا موجودين معايا وحلوين كده ودمكم خفيف القعده معاكم حلوه احلى من الكبار كمان ربنا يخليك نرجع للاستوديو تاني خليكم معانا